بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله هنبدا مع بعض المحاضره الثانيه. بس قبل ما ابدا يا جماعه، انا عاوز بس اتكلم كلمتين كده. العلم فيه نوعين من العلم، علم مطلق وعلم نسبي. العلم المطلق ده يعني ده حاجه القران ما فيش تغيير فيه، والعلم النسبي ده العلم الدنيوي. يعني ممكن النهارده تقرا معلومه، بكره المعلومه دي اصلا ممكن يجي بحث ينفيها. ثانيا، في حته مهمه جدا لازم تعرفها. The more you read, the more I learn. The more I learn, the more things I need to learn. أول نقطة لازم تتعلم يعني إيه تقرأ. لازم تعرف يعني إيه to read article. مش معنى إنك تروح تقرأ article تعرف فيه معلومة تيجي تقولها للناس يبقى كده أنت بالنسبة لك ده تقرأ. لا. How to read scientific paper ده قصة كبيرة جدا. مش أي paper تقراها تيجي تقولها في محاضرة أو أي كلمة تقراها تبقى هي دي خلاص بالنسبه لك دي حاجه مصدقه او حاجه ايه؟ حاجه هي الاساس بالنسبه لك لان انت ما قريتش حاجه ثاني. فانصحكم وانصح نفسي لازم نتعلم how to read scientific paper قبل ما تيجي تتكلم في بحث او قبل ما تيجي تشرح اي بحث. المحاضره بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، انا بس اقول بسرعه أولاني عن الناس الجديدة اللي حضرت، لأن في ناس طلبت مني برضك أعيد الجزء ده. الفانكشنال أناتومي بتاع الأوروفيشيال، يعني كلمة أوروفيشيال أنا تشمل الجزء الوجه كله، سواء الأيز أو النوز أو التيز أو التانج أو التي إم جي، كله ده أوروفيشيال. بس نعرف أسماء العضلات، أنا عندي عضلة اسمها مسيتر ودي ليها تو بارت، في ديب بارت وفي سوبرفيشيال بارت. عندي تمبوراليس فيها أنتيريور وميدل وبوستيريور، وعندي البتروجويد، عندي اثنين من البتروجويد موصل، عندي لاترال بتروجويد فيها سوبيريور هيد وفيها انفيريور هيد، وعندي الميدر بتروجويد موصل. جاست انا عاوز اعرف الاسماء لان احنا الكلام ده شرحناه المره اللي فاتت. تمام؟ بعد كده محتاج اعرف ايه هي السوبرا هيويد موصل. السوبرا هيويد موصل عندك الهيويد بون وفوقيها اربع عضلات تهمك. اول عضله لو انت جاي شايف اللون الاصفر ده اسمه ستايلو هايويد، يعني لو جيت بصيت عليها من تحت هنا ماسكه في ستايلويد بروسيس ورايحه ماسكه في الهايويد. العضله الثانيه اللي هي عباره عن عضلتين، عضله قدام وتندو ما بينهم وبعدين عضله ورا، دي اسمها الدايجستريك ماسل، ده انتيريور دايجستريك ما بينهم تندون وبعدين ده بوستيريور دايجستريك. العضله الاخيره اللي هي ماسكه من الماندبل ورايحه للهايويد وده بيسموها مايلو هايويد مصر. تمام؟ النقطة الثانية في السوبر هايويد اللي عايزه بعد كده الانفر هايويد مصر، يبقى العضلات اللي تحت الهايويد بول اللي هي أول واحدة تهمني اللي هو العضلة اللي أنتم شايفينها واخدة زي حرف ال L ده اسمها أومو هايويد مصر. ليها واحدة انفيريور بارت وبعدين تندون وبعدين سوبيريور بارت. بعد كده ادي الهايويد بون وراح ماسكه في الاسترنم اسمها استرنو هايويد مصل. يبقى ادي عضلتين اومو هايويد واسترنو هايويد. العضلتين التانيين واحده ماسكه في الهايويد والثايرويد بيسموها ثايرو هايويد، واحده ماسكه في الاسترنو ثايرويد، يعني ماسكه في الاسترنم وراح لمين؟ وراح للثايرويد. يبقى اسمها ستيرنو ثايرويد. يبقى عندي اربع عضلات انفرا هايويد مصر، اومو هايويد، ستيرنو هايويد، ثايرو هايويد، ستيرنو ثايرويد. لازم يبقى عندي بالانس ما بين الاربع العضلات اللي فوق اللي هي سوبرا هايويد مصر مع العضلات اللي تحت. الكلام ده احنا قلناه المحاضره الاولى بس براجع بسرعه. اللي يهمني بعد كده الجلوسس مصر اللي هي تانج مصر. عندي اكسترنال مصر او اكسترنسك مصر وانترنسك مصر. الاكسترنسك ماسل هما اربع عضلات مهمين، واحده ماسكه في الستايلويد بروسيس وراحه ماسكه في التانج بيسموها ستايلو جلوسس ماسل. يبقى الستايلويد بروسيس وراحه للتانج اسمها ستايلو جلوسس. واحده ماسكه في الهايويد بون وراحه للتانج بيسموها جينجو او بيسموها هايو جلوسس، لان ماسكه في الهايويد بون وراحه للتانج اسمها هايو جلوسس. وماسكه في الماندبول ورايح للتنج اسمه جينجو جلوسس. تمام؟ اللي يهمني يا جماعه الستايلو جلوسس مهمه جدا عشان يهمنا جدا في الشرح دلوقتي. واخر واحده في الاكسنسيت ماسل، واحده ماسكه في الباليت فوق وماسكه
في التانج بيسموها بلاتو جلوسس. يبقى تاني ستايلو جلوسس، هايو جلوسس، جينجو جلوسس، وبلاتو جلوسس. بعد كده الانترنسك ماسل مش هندخل فيهم لان ايه مش هتكلم عنهم النهارده. البروبر اورال بوتشر الحته دي مهمه جدا لازم خلي بالنا منها. يعني ايه يا جماعه الاورال بوتشر؟ يعني وضعك الطبيعي، وضع لسانك الطبيعي لاي واحد فينا قاعد. لو انت قاعد كده وما بتتكلمش خالص وساكت لازم ابص على وضع اللب. اللبس بتاعتك لازم تكون سلايت ابارت، يعني مش ضاممها قوي، يعني جاست ان لمسه بعض حاجه خفيفه. التيس نفسه لازم تبقى كونتاكت، التيس اللي قدام الابر تيس تبقى قدام اللور تيس ونازله كمان بحوالي 1 ل 3 مللي. التنج بتاعك لازم يبقى في الجزء اللي فوق ناحيه الابر تيس، ورا الابر تيس بالظبط، يعني ادي الابر تيس بتاعتك يبقى التنج بتاعك لامس فوق. تمام؟ رابع نقطه لازم انت تكون بتتنفس من النوز. لو تنفست من الماوس يبقى ده امبروبر بوتشر. يبقى الحته دي مهمه جدا هنبدا نتكلم عنها. الكلام ده برضك قلناه بالتفصيل. يبقى لو جينا بصينا على الوضع ده، ده وضع التنج النورمال، ده كله ده بدا التنج ينزل 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 كله ابنورمال، الوضع الطبيعي اللي التنج بتاعك قبل المنظر الاولاني. قبل ما ابدا المحاضره لازم تعرف قد يكون للشخص ده في كذا اتيولوجي هو عامل له المشكله، يعني يكون عنده كذا مشكله، مش مشكله واحده، كذا كوز يعمل مشكله. او قد يكون شخص عنده كوز لحماده يعمل مشكله، ونفس الكوز لابراهيم يعمل مشكله، ونفس الكوز لاحمد يعمل مشكله ثاني. يبقى ذا سيم ايتيولوجي ممكن يؤدي الى ديفرنت كونسيكونس في ديفرنت بيشنت مختلف. لازم النقطه دي نحطها في الاعتبار. طيب احنا برضك جزء الانتجريشن ما بين الاوروفيشال والكرينو سيرفيكال، يعني قد يكون عندك مشكله في الاوروفيشال تعمل لك مشكله في السيرفيكال. الكلام ده كله لازم احنا بنتكلم بارتكل وبالايفيدنس. ايه هو يا جماعه؟ بيجي يقول لك وضع اللسان بتاعك ممكن يعمل لك مشكله في السيرفايكل. في بحث بيقول لك الايفكت اوف تانج بوزيشن على المندوبولار ماسل اكتيفيتي. والتانج بوزيشن لكذا بحث معمول، تمام؟ طب ايه القصه بتاعتك؟ بص معايا. انا في النورمال لما اجي اعمل سوالوينج او اجي ابلع او اجي اتكلم انا محتاج الهيويد بون دي تترفع لفوق. طب مين اللي هيرفع لي الهيويد بون دي؟ اللي هيرفع لي الهيويد بون دول السوبرا هيويد ماسل. ممتاز. قال لك لو التانج بتاعك بيجي تحت بيجي لو تانج ما بيجيش في الوضع الطبيعي، السوبرا هيويد ماسل بتاعتك هيحصل لها انهبيشن. طب ليه يا دكتور؟ بص معايا. لو جيت بصيت على الجزء اللي انا بشاور عليه ده الستايلو جلوسس، لما يجي التانج يطلع لفوق الستايلو جلوسس دي هيتشد، حلو؟ وتيجي الهاي جلوسس هيتشد، فيعمل ايه يا جماعه؟ هيشد الستايلويد ويشد الهايويد لقدام. يبقى لما الستايلويد بروسيس تتشد لقدام والهايويد بون يشد لقدام، العضله اللي انتوا اللي انا بشاور عليها دي هي عضله مهمه جدا في السوبرا هايويد ماسل اللي هي بيسموها ستايلو هايويد ماسل. يحصل لها ايه يا جماعه؟ يبقى التنج بتاعك قدام هنا، يبقى حصل تنشن هنا وحصل تنشن هنا، هيحصل ايه؟ هيعمل لي تنشن في السوبرا هايويد ماسل ميلي في الستايلو هايويد، فيخلي الهايويد بون تترفع. طب ممتاز، حصل ان التنج نزل لتحت فحصل ريلاكسيشن لعضله التنج دي، وحصل ريلاكسيشن لعضله التنج دي، ففي الحاله دي الستايلو هايويد في عمرها ما تتشد. يبقى في الحاله دي الهايويد نفسها مش هتتحرك، يبقى مش هتعرف تعمل سوالوينج. يبقى لازم تيجي تعمل حركه تعويضيه. ايه الحركه؟ انك تعمل هايبر اكستنشن في مين؟ في السب اوكسيبيتال. السب اوكسيبيتال لما تيجي تعمل فيها اكستنشن في الاتلانتو اوكسيبيتال جوينت، يبقى هيبدا يخلي الستايلويد بروسيس تطلع لقدام، هيعمل لي تنشن على الستايلو هايويد ماسل، يبدا الهايويد تترفع تاني. يبقى بصوا معايا، يبقى في الحاله دي لو حصل التنج نزل لتحت هيحصل ريلاكسيشن لعضله التنج دي وعضله التنج دي، فيبدا الستايلو هايويد اللي هي سوبرا هايويد ماسل يحصل لها انهبيشن،
فانا عايز اشغلها، هشغلها باسلوب اخر، بدل ما الطنجة يتحرك لا اخلي السب اوكسيبيتال اكتيفيتي تعلى. السب اوكسيبيتال اكتيفيتي لما تعلى هتعمل لي اكستنشن في الاطلانتو اوكسيبيتال عليها يبدا الهايود تترفع. طيب لو جينا بصينا مع بعض على السب اوكسيبيتال لما تيجي تبقى اكتف، انت سوالوينج شغال على طول سوالوينج وبتتكلم وبتاكل كتير، فانت يبقى في الحاله دي في الاكتيفيتي بتاعت السب اوكسيبيتال ماسل تبقى عاليه جدا. لما يحصل اكتيفيتي في السب اوكسيبيتال ماسل ممكن يعمل لك سيرفايكال هيديك ويحصل لك اريتيشن. طب ليه يا دكتور؟ لان لو جيت بصيت معايا على السب اوكسيبيتال ماسل ماسكه عامله ماي ديورال بريدج، الديوره ماسكه مع السب اوكسيبيتال ماسل ومين لي الريكتس كابيتس بوستيريور ماينو ماسكه فيها، فكتر الاكتيفيتي بيعمل هايبر تونيا او يعمل سباز، السباز الموجود في البوستيريور ماينور هيبدا يعمل تنشن على الديوره، يعمل اريتيشن في المننجيال فاسكولار سيستم، يبدا يديلك هيدك ويديلك دي. نيجي نبص مع بعض عشان تعرف تعمل تيست بسرعه، تيجي بص على التيست على الست دي يا جماعه. الست دي مشكلتها لو بصيتوا على التنج بتاعها بصوا على حركه الهيد. بصوا على حركه الهيد وهي بتبلع. بص على حركه الهيد. ايه اللي بيحصل في الهيد؟ بتعمل سب اوكسيبيتال اكستنشن، بتعمل اكستنشن في مين؟ في السب اوكسيبيتال عشان تعوض حركه مين؟ ايه؟ التنج، لان التنج لو جيت بصيت في الجزء ده شفت الحته دي؟ دي لان التنج نازل لتحت فعامل زي اللغ كده، فهي مشكله ان التنج نازل لتحت، فلما تيجي تبلع او تاكل دي جايه لي الست دي بمشكلتها ايه؟ عندها هيديك رهيب من ورا سب اوكسيبيتال هيديك وعندها اريتيشن وعندها بين، قصتها كلها في مين؟ قصه كل لازم اظبطه معاك مين؟ اظبط البوزيشن بتاعتك. نفس القصه في الاوروفيشيال مع الديبنيك فليكسو. البحث قال لك كلما التنج نزل لتحت الماسيتر ماسل اكتيفيتي تقل والانتيريو تيبياليس التمبوراليس ماسل بتقل والسوبرا هايويد بيقل. حلو؟ وبحث ثاني قال لك ان لو الماسيتر ماسل قلت السكنس بتاع السيرفايكال ديبنيك فليكسور بيقل. معنى كده ان الماسيتر اكتيفيتي بتاثر على الديبنيك فليكسور. حلو؟ تمام. تعال بص معايا لو حصل عندك ان التنج نزل لتحت. لو التنج نزل لتحت هيعمل ديكريز الاكتيفيشن بتاع الماسيتر، هيقلل الاكتيفيشن بتاع الديب نيك فليكسور. حلو. او العكس لو عندك كرونيك نيك بين، الكرونيك نيك بين ليتر اون بيقلل الاكتيفيتي بتاع الديب نيك فليكسور. في الحاله دي التنج بيقوم بدور الديب نيك فليكسور، بيجي يحصل ايه؟ بينزل لتحت، يبقى بدل ما هو فوق ينزل لتحت وينفلطح بالظبط كده، يحصل له اكسبانشن على التيس، يعني بالظبط واحد بيزقك من ورا وانت ماسك ايه؟ ماسك قدام كده بحاول نفسك ما تقعش، فيبدا التنج يزق على مين؟ يزق على التيس. لما يحصل التنج يبدا يزق على التيس اللي تحت يبدا يحصل الحركه اللي انتوا شايفينها في التيس دي في التنج، شايفين التنج عامل ازاي؟ ده بيسموها سكالوبنج تنج. يعني ايه سكالوبنج تنج؟ البريشر الموجود اللي انت شايفه ده الايجي موجود على التنج نتيجه اللاترال بريشر اوف ذا تنج على التيس. وده معلومه مهمه جدا تعرف ان لو الراجل عنده الساين ده يبقى عنده الديب نيك فليكسور فيهم مشكله، الديب نيك فليكسور فيهم مشكله، وده كله سببه مين؟ سببه وضع التنج. عشان كده لما تيجي تعمل اكسرسايز، ودي حته مهمه جدا يا جماعه، لما تيجي تعمل ديب نيك فليكسور اكسرسايز لازم تخلي البوزيشن بتاع التنج فين؟ ما ينفعش تقول له شين ان وخلاص، لا، تقول له شين ان وتقول له لازم تحط التنج بتاعك على الجزء اللي ورا الابر تيس، شايفين ده الابر تيس يا جماعه، تخلي التنج يتحط على الريترو الريترو بارت بتاع الابر تيس بالمنطقه دي. ليه؟ قال لك وجدوا ان المنطقه دي اللي ورا التيس من فوق لما احط التنج واعمل عليه بريشر الجزء ده فيه 5 اكسترو ريسبتور، كل سكوير سنتيمتر سكوير فيها 5 اكسترو ريسبتور، الفري نيرف اندنج، الميركل نيرف اندنج، الروفيني كورباسل، المسينير كورباسل، السمول ماميليتد كورباسل. يبقى من اهم الاكسرسايز لازم تخلي بالك في النقطه دي. غير كده وبس لا، يا تخلي الاي
تتبع حركه مين؟ حركه الجو اثناء الاكسرسايز. يعني تقول له شين ان، الاول حط لسانك فوق شين ان وخلي عينك تتبع حركه الجو، لانه برضك وجدوا ان حركه الجو ان في كوردينيشن ما بين الديب سيرفايكال فليكسور تريننج مع حركه العين. ان يا جماعه ان لما حركه العين بتبعت امبلسز للميسنسيفاليك ريتيكولار فورميشن، وبعد كده تبعت للنيوكلاس ريتيكولاريس جيجانتيكو سيرولاريس الموجوده في السب كورتيكال ريجون، بعد كده بتبعت للاوكيولاي سيستم، وفي الاخر يقدر يعمل يزود التنشن في البطشره المصري. تمام؟ يبقى الحته دي مهمه في التريننج بتاع الديبنيك فليكسور، تخلي وضع الطنج فين وتخلي العين تتبع. طيب الاورفيشال مالفانكشن ديس اوردر ممكن يعمل تي ام جي ديس اوردر. بص كده على الحاله دي يا جماعه، الراجل ده الطبيعي اي واحد فينا لما بيجي ياكل او لما يجي يمضغ لازم يشغل الماسيتال ماسل، عضلات الماستيكيشن كلهم، عضلات الماستيكيشن بتاعته. طب بصوا على الحاله دي بياكل ازاي. لو لاحظت انه في الحاله بيبدا ياكل عن طريق الاوربيكولاريس، اورال اوربيكولاريس اللي هو العضله اللي حوالين شفايفه، والمنتاليس ماسل، شايفه؟ شايف؟ في الحاله دي بيعمل ايه؟ حتى لما بيجي يبلع يوجا بيطلع لسانه في الاكل، فده بيسموه ترانج ثراست، وبيبدا يعتمد في الاكل بتاعه على الاوربيكولاريس ماسل. فوجد ان ده يبقى الحاله اللي قدامي دي عندها حاجه اسمها اماتيور سوالوينج. الاطفال هم صغيرين يا جماعه بيستخدموا الحته دي، ولما يكبر السوالوينج بيختفي. لا، في الحاله اللي انتم شايفينها ده اماتيور سوالوينج، فمشغل الاوربيكولاريس اورس ومشغل المنتاليس ماسل. المنتاليس ماسل اللي هو العضله اللي موجوده في الجزء ده اللي انا بشاور عليه، تمام؟ وقلل الاكتيفيتي بتاعت الماسيتر ماسل. يبقى الماسيتر قلت، الاوربيكولاريس زادت، المنتاليس زادت. طب في الحاله دي هيحصل ايه للحاله دي؟ في الحاله دي هيزود هيقلل الاكتيفيتي بتاعت الديب نيك فليكسور، لان الماسيتر الاكتيفيتي بتاعتها قلت، وقلنا في علاقه ما بين الماسيتر والديب نيك فليكسور. يبقى في الحاله دي الديب نيك فليكسور اكتيفيتي هتقل، وهيزيد عكسها السب اوكسيبيتال ماسل اكتيفيتي تزيد. الحاله دي تدخل في فورورد هيد. لما الحاله دي تدخل في الفورورد هيد، المندبل من تحت، المندبل من تحت هيتشد لورا. ليه؟ لان لما تدخل انت فورورد هيد بيحصل ستريتش على السوبرا هايويد ماسل. يبقى لما تدخل في فورورد هيد السوبرا هايويد ماسل هتتشد، فلما تيجي تتشد هتاخد المندبل ترجعه لورا. طب لما المندبل يرجع لورا هيخبط في مين؟ هيزود الكومبريشن على التي ام جي. ممكن الحاله دي تجي لك في مشكله في التي ام جي، تمام؟ طيب عشان كده لو جيت بصيت في الحاله دي زي ما اتفقنا، ادي لما تدخل في الفورورد هيد هيزود التنشن على السوبر هايويد، هياخد المندبل يسحبه للورا، يزود التنشن او الكومبريشن فورس على التي ام جي. الحاله اللي زي كده ليها ساين مهم جدا، تلاقي حاجه اسمها لايو ساين، ان تلاقي الابر لبس بتاعتك فلات، تلاقي هم من ورا، وتلاقي بلج بالظبط هنا فين؟ في من تحت اللي بنقول عليه لغ ده، نتيجه ان التنج نفسه بيبقى تحت. طيب الجزء ده احنا قلنا برضك النيك تانج سندروم، ان ممكن يكون عندك مشكله في النيك تعمل مشكله في التانج، وقلنا يا جماعه ان في علاقه ازاي الكلام ده، ان عندي التانج بيتغذى عن طريق اللينجولار نيرف كسنسوري والهاي جلوسس. اللينجولار نيرف بيدي انستموزس للهاي جلوسس نيرف، والهاي جلوسس بيجي يرتبط مع السباينال نيرف روت سي 2. السباينال نيرف روت سي 2 تمام، دي موجوده ورا الفاسيت جوينت بتاع سي 1 سي 2، وهي السباينال نيرف روت ده سواء الجانجلون او النيرف ده عامل كونكشن مع الكبسول. الكونكشن مع الكبسول عن طريق فاشيا. فلما حضرتك يحصل روتيشن سي 1 على سي 2 ويحصل فيها سبلكسيشن، يعني الروتيشن بتاعتك تزيد، يعني يحصل سبلكسيشن في سي 1 على سي 2، فيحصل ستريتش
على الكبسول. فالكبسول لما يحصل استرتش هيشد على مين؟ هيشد على السباينال نيرف روت الثاني. فيبدا السباينال نيرف روت الثاني ده لما يحصل عليه استرتش يبدا ينمل اللسان، يبقى عندك تنميل فين؟ في لسانك. يبقى المشكله دي مهمه جدا ان نخلي بالنا منها. طيب نيجي، هل في مشكله الانتجريشن ما بين الدايفرام والكرينيو سيرفايكال؟ الدكتور حماده هيبدا يتكلم في السوباسي. لا انا ما بتكلمش السوباسي، انا بيور بايوميكانكس. نركز مع بعض في الجزء ده عشان مهم جدا. الانتجريشن ما بين الدايفرام والكرينيو سيرفايكال، والحته دي حالات اللي انا بقولها دي يا جماعه دي حالات واقعيه، مش حالات كده هبائي ولا لا، في حالات كده، حالات لفت كتير وكان حلها ان نشتغل على الجزء ده. اول حاجه الدايفرام عشان نعرف بسرعه كده، في بيتكون من كذا، ادي زي لازم دوم شيب بالمنظر ده، ليه ثلاثه بارت. البارت الاولاني ستيرنر ماسك في الاسترنال، وجزء كوستال ماسك في الكوستال الانر سيرفيس بتاعت اللور 6 راب، وماسك في الفيرتيبرال في اللمبر عن طريق حاجه الرايت كروز والليفت كروز. الرايت كروز اللي هو انا بشاور عليه ده اكستندد لغايه ال 3، والليفت كروز ده اكستندد لغايه ال 2. خلاص ده بس اللي عاوزكم تعرفوه. وشكله ايه يا جماعه؟ شكله دوم شيب بس، مش عايز اكتر من كده. طب ايه هي الميكانيزم اوف او البايوميكانكس اوف ريسبيريشن؟ انا ازاي بتنفس؟ انا محتاج يا جماعه عندي ثلاثه دايفرام مش 1 دايفرام، انا حماده بسميهم ثلاثه دايفرام. بكل دايفرام وده الدايفرام بتاع التم، وعندي ثوراسيك دايفرام اللي هو الدايفرام اللي احنا عارفينه، وعندي بلفيك دايفرام اللي هي البلفيك فلور ماسل. حلو؟ انا لو جيت وبصيت على الفيديو ده، لو بصيتوا على التانج نفسه، التانج عامل شيء شكل ايه؟ زي شكل الدايفرام. بص لما التانج يحصل لورنج للتانج ايه اللي بيحصل؟ يعني انا طبيعي ان التانج لازم يبقى لفوق، طبيعي يا شباب التانج لازم يبقى لفوق. التانج لما بيبقى لفوق الاير واي يبقى سالك. طب بص لما التانج قل رجع لورا ايه اللي حصل؟ نبص عليها تاني كده بسرعه. بصوا ايه اللي حصل لما التانج رجع لورا؟ سد مين؟ سد الايروي. يبقى بدايه نفسك وضع التانج، بدايه انك تاخد نفس تبص على وضع التانج. خلاص بص التانج لما رجع لقدام الايروي ايه؟ سلك. يبقى اول ما حضرتك تيجي بتتنفس يبقى لازم اللسان يبقى بروترودد قدام. حلو؟ لما تيجي تاخد انسبيريشن الدايفرام بينزل لتحت، لما الدايفرام بينزل لتحت بيبدا يضغط على الفسره ويبدا يخلي البلفك فلور كورسبوندنج معاه تبقى ديسندنج تحت. يبقى عندك الدايفرام بينزل لتحت والبلفك فلور ينزل لتحت زي المنظر ده. يعني الكونتراكشن في الانهاليشن بيخلي الدايفرام ينزل لتحت. حلو. طب الاكسهاليشن يخلي الدايفرام يطلع لفوق. طب يا عم الحاج ايه هو الجديد اللي انت عليه؟ ايه علاقه الكلام اللي انت بتقوله بالكرينيو سيرفايكال؟ اقول لك اصبر عليا. بص على الجمال ده، عندي حاجه اسمها الابو بوزيشن زون. يعني ايه يا دكتور الابو بوزيشن زون؟ الزون دي تعتبر الفيرتيكال زون، الفيرتيكال اريا من الانسيرشن بتاع الدايفرام من اللور ريبس من تحت لغايه الدم. يعني البوزيشن ده الوضع ده الفيرتيكال لير اللي انا الفيرتيكال اريا اسف اللي انا بشاور عليها دي من الانسيرشن هنا لغايه الدم فوق، دي بيسموها الزون اوف ابو بوزيشن. يعني ايه دي؟ ايه لازمتها؟ دي مهمه جدا 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 اثناء الانسبيريشن، وهي دي التريجر بوينت اللي انا محتاجها، واللي هي دي اللي بتعمل لي مشكله في الكرينيو سيرفايكال. لما اجي اعمل يبقى الحته دي يا جماعه هي اللي بتحافظ لي على الدوم شيب ابييرنس. يعني الزون اوف ابو بوزيشن دي اللي بتحافظ لي على الدوم شيب ابييرنس. لما حضرتك تيجي تعمل انهاليشن ايه اللي بيحصل؟ الدايفرام هينزل لتحت. ممتاز. لما الدايفرام هينزل لتحت المفروض بيحصل له ريزيستنس من الاوبليك ماسل ومن الفسره بتاع مين؟ بتاع الموجوده في الابدومين. حلو؟ والبلفك فلور في الحاله دي بيعتبر كفالكرم ليك. تاني يبقى في الانهاليشن لما تاخد نفس الدايفرام بينزل لتحت، فالمفروض في ريزيستنس ليه. ده الريزيستنس الفسره نفسها والاوبليك ماسل. حلو؟
هيبدأ يضغط يضغط لغاية ما يوصل لمين؟ ناحية البلفك فلور ماسل اللي هي تعتبر فاركلابريك. ممتاز. طيب لما يقاوم ريزيستنس للدايفرام ايه اللي هيحصل؟ الدايفرام بيعمل حاجتين، لما في ريزيستنس تقابله يبقى ينقل الفورس لاترال، يخلي الفورس نازله داون وورد ناحيه الفيسرال، ولما يبقى في ريزيستنس الفورس ايه تطلع تاني ترد تاني لاترال. فالفورس اللاترال دي بتبدا تضغط على مين؟ تضغط على اللور ريبس، تعمل اليفيشن اوف ذا لور ريب. هقولها تاني. يبقى لما تاخد انسبيريشن في الحاله دي الدايفرام هيحصل له ديسندنج. حلو؟ لما يحصل ديسندنج هيتقابله ريزيستنس. ففي الحاله دي انت محتاج انترا ابدومينال بريشر يبقى عالي سن عشان يقاوم الدايفرام. لما يجي يقاوم سنه من الدايفرام ان في فورس هتيجي لاترال، يبقى فورس من الدايفرام هتيجي ايه؟ لاترال. الفورس الدايفرام اللي هتيجي لاترال هتبدا تاخد الريبس ترفعها لفين؟ الفوق. ففي الحاله دي انت حافظت على مين؟ على الزون اوف اوبوزيشن. ان الريزيستنس بتاع الانترا ابدومينال بريشر للدايفرام بيحافظ لي على الزون اوف اوبوزيشن. طب تعالى معايا كده، حصل ويكنس في الاوبليك ماسلز والانترا ابدومينال بريشر اثناء الانسبيريشن قل، ففي الحاله دي الدايفرام هينزل تحت هيبقى فلات. الدايفرام هينزل تحت يبقى فلات. لما الدايفرام بيبقى فلات يبقى في الحاله دي مفيش ريزيستنس ليه، مفيش حد هيرفع مين، مش مفيش حد هيعمل اليفيشن لللور ريب. يبقى في الحاله دي الابوزيشن اريا او زون قل. لما الزون اوف ابوزيشن اتقل ده تريجرنج تعمل ستيميوليشن او ريكروتمنت للاكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن. هيحصل ايه؟ ستيميوليشن او ريكروتمنت للاكسسوري ماسل بتاعت الريسبيريشن. مين الاكسسوري ماسل بتاع الريسبيريشن؟ عندك هنا الاسترنو كليدو ماستويد ماسل والايه والباقي العضلات اللي احنا عارفينها. انا هتكلم بس على الاسترنو كليدو ماستويد. هيبدا يحصل ستيميوليشن للاسترنو كليدو ماستويد ماسل، هتعمل ايه؟ كونتراكشن والهايبر اكتيفيتي بتاعتها تعلى. طب الاسترنو كليدو ماستويد لما الهايبر اكتيفيتي بتاعتها تعلى هتاخد الهيد forward head position وتعمل posterior rotation of the cranium، تعمل posterior rotation of the cranium. في الحاله دي هيأثر على مين؟ هيأثر على الاطلانتو اوكسيبيتال ويأثر على الاكتيفيتي بتاع الابر ترابيزس وبتأثر على السيرفايكال. يجي الراجل ده يشتغل معاه عنده مشكله سيرفايكال وكلنا بنقول ميكانيكال نيك بين، ميكانيكال نيك بين، وتعمل له اللي انت عايزه الهلوله، وفي الاخر الراجل ده الحاله دي واقعيه على فكره، الحاله دي واقعيه ولف كتير، والحاله دي كانت جاست انك بتشتغل على الابدومينال ماسل تظبط السترينس بتاعها، الراجل ده الدنيا فرقت معاه تماما تماما تماما. تمام؟ الحته دي مهمه جدا جدا جدا، فيها كلام كتير انا مش هشرحه، بس كفايه ان نعرف الجزء ده لان فيها تربيطات ثانيه بس عشان ايه نقدر نحل. الارتكل ده اتكلم على وضع الكرينيو سيرفايكال بوتشر على الابدومينال ماسل، يعني انا خدت الكرينيو سيرفايكال الكرينيال سيرفايكال حطها في فليكشن مره وحطها في اكستنشن مره، وشاف الاكتيفيتي الاي ام جي اكتيفيتي بتاع ترانسفيرز ابدومين وبتاع الاوبليكاس انترنال واكسترنال وبتاع الريكتس. وجد ان الكرينيو سيرفايكال لما بتبقى في فليكشن الاكتيفيتي بتاعتك تعلى. يبقى في الحاله دي بيقول لك يا جماعه لما تيجي تعمل ابدومينال اكسرسايز حط في اعتبارك وضع الكرينيو سيرفايكال بوزيشن هيأثر على الاكتيفيتي تحت. طيب نقلب شويه في العين، يعني نقلب في انتجريشن ما بين العين الاي والكرينيو سيرفايكال ولا لا؟ بصوا يا شباب البحث ده بحثي انا، تمام؟ على فكره موضوع الاوروفيشن انا عامل عليها ابحاث بس انا تلاقيني ما بستهتفش بيها دلوقتي خالص لان في حاجات مش عايز احرقها. البحث ده مهم جدا وبرضك دي حاله من الحالات المهمه جدا وبتجي لنا كلينيكال كتير وبنشتغل معاها وما بناخدش بالنا على حاجه هايفه جدا. اني الراجل اللي بيلبس نظاره ودايما بعد سن ال 40 سنه معظم الناس بيجيوا له حاجه اسمها بريسبايوبيا، وهشرح يعني ايه بريسبايوبيا خفيف كده. حلو؟ لو جينا في البريسبايوبيا يعني الراجل ده في النورمال انت لما تيجي بتشوف لو مسكت الكتاب تشوف من قريب وتشوف من بعيد، ده نورمال. طب في البريسبايوبيا الراجل ده لو مسك الكتاب ما يعرفش يشوف من قريب، لازم يبعد الكتاب عشان يقدر ايه؟ يقدر يشوف.
طب ايه القصه في دي؟ او الموضوع ده بيحصل ازاي؟ نفهم الميكانيزم بتاعه لان هيخدمني في حاجه دلوقتي تاني. لو جينا بصينا على النورمال هنا، ادي الاي، ده اللينس بتاع الاي، ودي العضله اللي انا بشاور عليها الحمراء دي بيسموها سيلر ماسل، ودي اسمها سيلر ماسل. النورمال يا شباب عشان اشوف عندي حاجتين، يا اما اشوف من قريب يا اما اشوف من بعيد. لو انا عايز اشوف من بعيد، من بعيد اشوف حاجه بعيده، لازم العدسه بتاعتي تبقى فلات. حلو. طب عشان اشوف من قريب العدسه بتاعتي لازم تبقى راوندد. يبقى عشان اشوف من بعيد العدسه دي تبقى فلات النورمال. طب انا عشان اشوف من قريب الطبيعي العدسه بتاعتي تبقى راوندد. طيب حلو، مين اللي بيتحكم لي في الحاجات دي؟ الالاستيست بتاعت العدسه دي النقطه. ده الليجمنت. حلو. والعضله اللي حوالين العضله اللي انا اللي حوالين العدسه اللي انتم شايفينها دي، او العضله اللي انتم شايفينها دي لو انا بشاور عليها دي، شايف العضله اللي انا دي اسمها سيلاري ماسل، ودي اسمها سيلاري ماسل. السيلاري ماسل دي لما تبقى كونتراكتد هي عباره عن سيركولر زي الاسفنكتر بالظبط، شبه الاسفنكتر. الاسفنكتر لما يحصل له كونتراكشن بيضيق. الاسفنكتر بتاع مثلا الانس. الاسفنكتر بتاع الانس لما يحصل له كونتراكشن الانس بيضيق، يبقى كده حصل كونتراكشن. لما يحصل له ريلاكسيشن بايه؟ بتفتح. حلو؟ طيب تعالى كده بص معايا هنا، ده العضله اللي هي دايره ما يدور، دي العضله كده ريلاكسيشن. طب ايه اللي في النص الاصفر ده؟ العدسه. طيب ايه اللي حواليه او اللي ما بين العدسه وما بين العضله دي؟ ده الليجمنت. حلو؟ يبقى في الحاله دي لما السيلاري ماسل تبقى ريلاكسد، الليجمنت تبقى مشدود، العدسه تبقى فلات. تاني، السيلاري ماسل لما تبقى ريلاكسد يبقى الليجمنت مشدود، يبقى العدسه فلات، يبقى اقدر اشوف من بعيد. طب تعالى من تحت، لما عايز اشوف من قريب السيلاري ماسل تبقى كونتراكتد. السيلاري ماسل تبقى كونتراكتد. لما السيلاري ماسل كونتراكتد الليجمنت يبقى ريلاكسد، يبقى العدسه راوند. حلو. طب ايه اللي بيحدث في، انا شرحت ليه؟ لان هيخدمني في لسه في حاجه ثانيه جديده دلوقتي، ربطه جديده. يبقى فهمنا القصه دي. يبقى القصه في البريسبايوبيا في الناس اللي فوق ال 40 قال لك العدسه بيبقى فيها مشكله، الالاستيستي والاستيفنس، الالاستيستي بيقل والاستيفنس بتاع العدسه بيزيد. فالعدسه يا جماعه ما بتخلينيش اشوف من قريب. العدسه ما تخلينيش اشوف ايه؟ من قريب. تبقى هي استيف، تبقى في الحاله دي بتبقى فلات على طول. يبقى العدسه لما بدل ما هي تقدر تبقى راوند وتبقى فلات، هي بيجت فلات على طول. ليه؟ لان الاسيست بتاعتها قلت نتيجه الايج ونتيجه حاجات ثانيه مش هندخل فيها لان دي شغل رمضان مش هتكلم فيه عشان ما يتوهكمش. حلو. فيحصل بريسبايوبيا. طب لما يحصل بريسبايوبيا ايه اللي هيحصل؟ الدكتور يقول لك انا هلبسك نظاره. طب النظاره بتاعتي يا دكتور؟ يقول لي انا هعمل لك حاجه اسمها مالتي فوكال لينسز. يعني النظاره اللي بركبها لك دي ليها حاجتين، حاجه تشوف بيها مسافات بيسموها ديستانس، وحاجات تشوف بيها النير فيجن، حاجات قريبه. وخلي بالك معظم لازم يتحط ميديالي، يعني النير لينسز بيحطها لك ميديال، لان طبعا ميكانيزم عشان يبدا العين بتاعتك عشان تشوف من قريب انت محتاج العين تبقى حاجه اسمها كونفرجنس. يعني ايه كونفرجنس؟ العينين تدخل لجوه هما الاثنين مع بعض، العين دي تدخل ميديال والعين دي تدخل ميديال عن طريق مصل هنا اسمها ميديال ريكتاي وهنا ميديال ريكتاي. حلو. طيب في الحاله دي احنا عملنا البحث على الناس اللي بتلبس يونيفوكال ومالتي فوكال، وجد ان الناس اللي بتلبس مالتي فوكال لينسز كل السيرفايكال انجلز سواء الاكستنشن بيعلو. حلو. فالراجل ده عرضه ان طبعا الفورورد هيد بيزود الفورورد هيد. طب الفورورد هيد سببه ايه؟ سببه ان هو لابس مالتي فوكال، هو العدسه من تحت، فهو بياخد وضع الكرينيال سيرفايكال في وضع اكستنشن عشان يقدر يشوف من تحت. فالحاله دي يجي لك البيشنت لابس نظاره وانت مش واخد باله ان اصلا النظاره تعمل له مشكله او عنده مشكله ثانيه لسه هقولها دلوقتي، ان الراجل ده لابس نظاره. الراجل ده جالنا فعلا واقعي في العياده، جالنا في مركز فيزيك نفس الحاله دي، وكان المشكله الاساسيه انه قلت له روح تغير النظاره دي وبعدين نتعامل معاه. فعلا غير النظاره، البوزيشن اختلف معاه الدنيا. طب يغير النظاره ازاي؟ ما ينفعش يلبس مالتي فوكال ولا باي فوكال، ده شغل تجاره، شغل تجاري يا جماعه عشان ايه الستايلات والحاجات دي. ففي الحاله دي لازم يلبس يوني فوكال، ان العدسه تبقى كلها للنير فيجن، وعدسه تاني او نظاره تاني كلها لللارج ديستنس. خلاص.
قال لك في انتجريشن ما بين السيلري ماسل بتاعت الاي والابر ترابيزس، اربع ابحاث احطهم لك عشان تتبسط. يعني يا جماعه قال لك السيلري ماسل بتاعت الاي لو الاكتيفيتي بتاعتها عليت بيزود الاكتيفيتي بتاع الابر ترابيزس. البحث الاولاني كان 2015، وبحث ثاني 2010، وبحث ثالث كان 2015 اللي هو ترابيزس اكتيفيتي. البحث ده كان 2018، ده كان بحث 2018. الابحاث دي كلها بتقول لك السيلري ماسل اكتيفيتي بتزود الابر ترابيزس، وانت حضرتك ماسك لي الابر ترابيزس سباز وحط لي النيدل واعمل ريليز واعمل ستريتش واعمل واو واو، وهي قصه مين؟ سيلري ماسل. طب امتى السيلري ماسل؟ انا مش هشرح حاجات كتير، هو الفيجن فيه مشاكل كتير، بس انا هقول حاجه. طب ايه هو القصه دي؟ قال لك الراجل اللي ممكن يحصل عارفين المايوبيا قصر النظر؟ لا، ده اسمه سودو مايوبيا. يعني هو مش مايوبيا بالمعنى اللي احنا عارفينه، لا، سودو مايوبيا. يعني ايه سودو مايوبيا يا دكتور؟ حضرتك عندك شغل نازل، عندك مجهود، او واحد طالب بيذاكر كتير، يبدا يشتغل كتير، يقرا كتير، فحصل اكسهوستد، لانك انت بتقرا من قريب. فانت لما تيجي تقرا من قريب يبقى السيلري ماسل محتاجها تبقى كونتراكتد، لان قلنا عشان اقرا من قريب ايه اللي محتاجه؟ ان اللينس يبقى راوند، العدسه تبقى راوند، فيحصل كونتراكشن السيلري ماسل. الكونتراكشن ده كونتينوس كونتراكشن، انك بتذاكر كتير او عندك مجهود كتير او ميزانيه عايز تخلصها او عندك مجهود، فحصل ايه؟ ان السيلري ماسل تدخل في سستين كونتراكشن، فتبدا تشوف الحاجه قدامك بليرد فيجن، تبقى حاجه بليرد فيجن، حاجه شايفها اتنين او في لغوشه بليرد فيجن او في لغوشه قدامك. لما السيلري ماسل اكتيفيتي تعلى يبقى الابر ترابيزس اكتيفيتي هيعلى اوتوماتيك. طب ازاي الكلام ده؟ قال لك ادي اللينك بس مش هشرح بالتفاصيل كتير، ان السيلري ماسل لما تيجي تبعت للايدنجيال اريا، الايدنجيال اريا تبعت لحاجه اسمها سوبيريو كوليكيولاس، السوبيريو كوليكيولاس دي بتحول السنسوري بوت للموتور اوتبوت. دي لما تلاقي هي ليها ابر بارت وليها لور بارت، يعني في جزء الابر بارت مسؤول عن حاجه واللور بارت مسؤول عن حاجه، مش هنشرح بالتفاصيل. طيب لما يحصل كده ايه اللي يحصل؟ ان السوبيريور كوليكيولاس تبعت للموتور كورتكس، الموتور كورتكس يبعت للبوتشرال ماسل يزود الاكتيفيتي عشان يظبط الهيد لمين؟ للموضوع ده. ففي الحاله دي الابر ترابيزيس يحصل الاكتيفيتي تعلى. طب ازاي احدد السبازم ده؟ ده قصه ما تنفعش اونلاين. طيب عندك ميتا اناليسيس، مش كلام بحث واحد، لا، ميتا اناليسيس، حلو، سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس، بيقول لك ان في فيجوال سيستم ديس اوردر تعمل ماسكولو سكليتال نيك بروبلم كتير جدا. على فكره في باي نيوكولر ديسفانكشن ممكن يعمل مشكله في الابر ترابيزيس، بس انا مش هشرح الكلام ده. في الكونفنشنس او الكونفنشن الكونفنشنسلي انسفيشنسي برضك هيعمل مشكله في الابر ترابيزيس، بس انا مش هشرحها. حلو؟ مش قصتنا. وفيها برضك اكسرسايز، ازاي الاكسرسايز اللي اشتغلها للراجل ده عشان اقلل مين؟ الاكوموديشن اللي حصل في السيلري ماسل. حلو؟ طيب الانتجريشن ما بين التيس وما بين الكرينيو سيرفايكل، لازم تفهم التيس يا جماعه ان وضع التيس ده مهم جدا بالنسبه لي. سواء الابر تيس واللور تيس لازم يبقوا كونتاكت مع بعض. حلو؟ لان اي اختلاف، وطبعا الكونتاكت ليه شرح، اي اختلاف في وضع التيس او الكونتاكت ده هيعمل مشكله. لو جينا بصينا ده النورمال، تلاقي ان التيس على بعض والتيس اللي قدام دي طالعه سنه حوالي 1 او 2 مللي. طب لو طلع لقدام يبقى ده بيقول لك يا ليه ايه؟ يا المجزله طلعت قدام او بيسموه ضب يعني. حلو؟ او تيجي تبص على الماندبل رجع لورا، يبقى دي بيسموها كلاستومال اوكلوجن. طيب لو الماندبل طلع لقدام بيسموها كلاس 3 مال اوكلوجن، او بيسموها بروترودد تان بروترودد ماندبل. طيب ايه القصه اللي انت عايز تقولها لنا يا عم حماده؟ هقول لك اهي. جالك بيشن، والحالات دي بنشوفها كتير جدا جدا جدا، جالك مريض عنده مشكله في السيرفايكل، ممتاز، حلو، ايه يا عم؟ عنده فورورد هيد وعنده ديب نيك فليكسور، حلو، ونازل حضرتك نازل تعمل له تريننج للديب نيك فليكسور. طب ليه يا باشا؟ عشان اظبط يا باشا عنده ديب نيك فليكسور ويك وساب اوكسيبيتال، اعمل له ريليز واظبط الليله دي كلها. طب ليه يا باشا؟ قال لك كده. طب تعالى بص على اسنان الراجل ده. لو الراجل ده اسنانه اللي ورا كلهم
اتشالوا او مش كلهم يعني، عندك مثلا كذا تيس ورا اتشال كده في اوكلوجن، ما هو لازم التيس يبقى ساند على حاجه تحت، لازم يحصل اوكلوجن. طب يعني الاوكلوجن ده يحصل ازاي؟ قال لك وانت ما عندكش تيس، اللسان بيقوم بدور التيس، ان تبص على اللسان بقى حصل ايه، ان اللسان يجي ياخد مكان التيس عشان يعمل كومبنساتوري للمالكلوجن اللي انت عندك. طب لما اللسان ياخد تحت، يبقى اللسان كده، هو انا بص السنان المخلوعه تحت، يبقى في الحاله دي اللسان هينزل تحت، واللسان في الحاله دي بيقوم بدور مين؟ الديب نيك فليكسور، انه بيعمل لها انهيبيشن، لان هو بيزق على التيس جامد اثناء المضغ واثناء الاكل واثناء السوالوينج، هو بيقوم بدور التيس بيعمل بيظبط الاوكلوجن، يبقى كومبنساتوري للمالكلوجن. ففي الحاله دي اللسان يا جماعه بيحصل ايه؟ بيعمل كومبنساتوري للجزء ده. لما اللسان ينزل بالمنظر ده يعمل ويكنس للديب نيك فليكس، والديب نيك فليكس ويكنس يحصل اوفر اكتيفيتي للسب اوكسيبيتال ماسل، بعد كده يدخل في المشاكل بتاعت كرون سيرفايت. حضرتك بتنفخ في قربه مقطوعه، لو واحد عنده بالمنظر ده، ده لازم يركب طقم اسنان، لازم الاول وضع الكونتاكت بتاع التيس قبل ما تعالج حضرتك يا فندم مين؟ الديب نيك فليكسور. يبقى انت كده بالظبط بتظبط له الديب نيك فليكسور وتعمل له سب اوكسيبيتال، وبعد فتره يرجع لك تاني، حضرتك بتعمل تمبرري ريليف. طيب تعال بص هنا، لو جينا واحد شايل ضرسين، واحد من فوق واحد تحت، عايز حضرتك تبص على الفيديو ده. بص ادي عندك التيس ده، اسف يا شباب، بصوا كده، بص التيس اتخلع الضرس ده واتخلع الضرس ده، ايه اللي هيحصل؟ كل ما يجي يخبط الاثنين هيخبطوا ببعض. انا عايز حضرتك تبص على التي ام جي معاهم، التي ام جي بص هيحصل ايه؟ حضرتك هنا لازم يحصل اوكلوجن، لازم الاوكلوجن يحصل. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان المندبل يتحرك لورا، المندبل هيتحرك ايه؟ لورا عشان يخلي التيس في الفراغ. حلو؟ هيحصل ايه هنا فوق؟ يضغط على مين؟ على التي ام جي. يجي لك الراجل ده عنده مشكله في التي ام جي، حضرتك وكل اللي بيتكلم على التي ام جي، تي ام جي ده يبقى فايبروتيك ولا ده ريترو ديسكال، في الحاله دي لان المندبل رجع لورا يبقى ريترو ديسكال ديسكايتس، ويبدا يشتغل على التي ام جي ويعمل له ريليز لللاترا بترجويد والماسيتر والكلام الفاضي بتاعنا ده. الراجل ده لو ما حليناش وضع التيس انت مش هتعمل له حاجه، انت بتعك وانت ما بتشتغلش صح. لو انت ما عدلتش المالكلوجن يبقى في الحاله دي ركب الضرس فوق وضرس تحت، المندبل هيرجع طبيعي، اتحل. بعض الاحيان بيبقى في حاجه اسمها توث جاجلنج، يعني تلاقي منظر التيس كده، وده بيعمل مشكله في الار سيركلماتيك بتاعك مين؟ التي ام جي، وحضرتك شغال على التي ام جي واصلا في جاجلنج تحت او في مندوبلر ديفليكشن. القصه يعني هتطول لو احنا شرحنا في الجزء ده. نيجي الحاجات الثانيه اللي ممكن تشوفها، ان كروس بايت او اوفر جيت، او ممكن المنظر ده بنشوفه الاوبن بايت كتير جدا يا جماعه، تلاقي ان السنان مش قافله على بعض. ففي الحاله دي يا جماعه ان التانج بيقوم بدور التيس في المالكلوجن يعوضه، يروح حاطط ايه؟ التانج يجي في النص، يجي في النص ما بين السنان بالمنظر ده عشان يسد ايه؟ يسد الحاجه دي. في الحاله دي التانج البوزيشن اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف، هيعمل المشاكل اللي انا قلتها بدري. خلاص الحاجات دي كلها بس انا حبيت اوضحها ليك تشوف شكلها، ولكن الكلام ده كبير جدا في الشرح، عايز قصص كتير، سواء كان ده بيسموها اوبن بايت وده بيسموها كروس بايت وده حاجه اسمها اوفر جيت، يعني الكلام ده مش وقته دلوقتي في الشرح. طب تعالى كده نتكلم على الاورفيشال والشولدر، يعني قرب لنا مسافات يا عم حماده ما توهناش شويه، احنا عاوزين نتكلم على الكلام ده مع الشولدر. اول معلومه قبل ما اقول لك ده مع الشولدر، تاخد معلومتين اساسيين كبايوميكانكس. انا عندي كذا لاين، لو جيت بصيت على البيز بون، البيزال بون بتاع المجزله، لو انا خط اكسس من البيزال بون بتاع المجزله، المجزله اللي فوق والمندبل تحت، هتلاقي البيزال بون بتاع المجزله قصاد على طول الاكسس الاطلانتو اوكسيبيتال. تاني، البيزال بون بتاع المجزله قصاد على طول مين؟ قصاد الاطلانتو اوكسيبيتال جوري. طب الاوكلوجن بلين يعني ايه اوكلوجن بلين يا دكتور؟ الاوكلوجن بلين يعني حضرتك لما اسنانك تبقى قافله على بعض،
اسنانك قافله، يعني ادي السنان اللي فوق وادي السنان اللي تحت قافله، وخدت خط ما بينهم، ده اسمه اوكلوجن بلين. هتلاقيه الاكسس بتاع الاوكلوجن بلين على طول ماشي في الاكسس بتاع الاطلانتو اكزيال جوينت. الكلام ده مهم، الاكسس يعني حصل ديفيشن في الاوكلوجن بلين هيحصل مشكله في الاطلانتو اكزيال. ركزوا معايا. طيب البيزال بون بتاع المانبول قصاد على طول الفقره الثالثه سي 3. الكلام ده واضح؟ يبقى البيزال بون بتاع المجزله ده قصاد الاطلانتو اوبسيبيتال. الاوكلوجن بلين اللي هو التقاء التيس مع التيس، الخط اللي ما بينهم ده قصاد الاطلانتو اكزيال، اسف اطلانتو اكسيال، اطلانتو اكزيال جوينت. حلو؟ والبيزل بون اوف ذا ماندبون ده قدام سي 3. طب ايه القصه اللي انت قلتها دي؟ ايه اللي دخل الكلام ده في الشوردر؟ ركز معايا يا غالي. النقطه اللي هقولها لك تاني، النقط دي مهمه كبايوميكانكس. الكوندايل بتاع التي ام جي اوبوزيت دايركت على طول للكوندايل اوف ذا ايه اوكسيبيت. يعني الكوندايل بتاع التي ام جي هنا على طول اوبوزيت ليه من ورا دايركت الكوندايل بتاع الاوكسيبيت. خلاص؟ طيب حتى وجدوا لو حصل هنا بالمنظر ده سبلكسيشن في الكوندايل ده، الكوندايل بتاع تي ام جي، لو حصل سبلكسيشن هنا في تي ام جي هيلاقي ان في سبلكسيشن تحت فين؟ في الكريم سيرفايكل. ولو حصل كومبريشن هتلاقي هنا في حصل ايه كومبريشن، ودي ابحاث اتعملت كتير عليها. طيب تعالى كده يا غالي عشان تركز معايا. يجي لك حاله هي اصلا بيشتكي من شورتر، حلو، ومشكلته تي ام جي، مشكلته اوروفيشال. ازاي يا دكتور؟ بص معايا على الفورس كابل دي. انا لما اجي اعمل ديفيشن يعني بقي احركه يمين او احركه شمال، انا محتاج فورس كابل. ايه هو؟ لو انا جيت يا غالي ابدا اشتغل على اعمل ديفيشن تو ذا ليفت، يعني انا هحرك الجو ناحيه الليفت، فمحتاج العضله التمبوراليس بتاعت الليفت واللاترال بتروجويد بتاعت الرايت يشتغلوا. تاني لو انا حبيت اجيب الجو بتاعي ناحيه الليفت، يبقى التمبوراليس اللي فوق ليفت واللاترال بتروجويد الرايت هما الاثنين يشتغلوا. حلو؟ او العكس. خلاص؟ العكس بتاعك لازم يحصل فورس كابل عشان انا اقدر الجو بتاعي يبقى نورمال، لا ديفييتد يمين ولا ديفييتد شمال. لازم العضلات الكروس الاحمر ده اللي هو تمبوراليس ليفت مع الميدال واللاترال بتروجويد رايت يبقوا ايكوال بالانس مع، اسف يا غالين، اسف يبقى مع الميدال واللاترال بتروجويد الليفت مع مين؟ مع المسيتر والتمبوراليس رايت. يعني الازرق ده مع بعضه والاحمر مع بعضه، هما الاثنين لو الاكتيفيتي ايكوال يبقى الجو نورمال. طب حضرتك يا فندم اني حصلت مشكله وحصل ان اللاترال تروجويد الاكتيفيتي بتاعتها عليت، ايه اللي هيحصل؟ هياخد الجو يعمل له روتيشن مين؟ ناحيتها. يبقى ياخد الجو يعمل له روتيشن ايه؟ طيب لما يحصل روتيشن للجو يعني هي هتزق معاه. طب ايه اللي هيحصل؟ لما يحصل ديفييشن في الجو هيحصل ديفييشن في الاطلانتو اوكسيبيتال. يبقى الديفييشن بتاع الجو او التلتنج اللي حصل في الجو هيعمل تلتنج في مين؟ في الاطلانتو اوكسيبيتال. لما يحصل تلتنج وروتيشن في الاطلانتو اوكسيبيتال هيعمل ابر ترابيزس ديسفانكشن. يحصل ابر ترابيزس ديسفانكشن. وبتوع كايروبراكتيك كان بيشتغلوا الكلام ده وبيستخدموا حاجه اسمها 1-2-0 تنشن ادجستمنت تكنيك. بتوع الكايروبراكتيك بيعرف الكلام ده جدا. حلو؟ بس احنا مش بتوع كايروبراكتيك لان هم بيعتمدوا على انه يعمل مانوبليشن. لا، هو بيعمل مانوبليشن يحس ان الدنيا ارتاحت ويرجع تاني. لا، يعني لازم ابص على الاساس. حضرتك لما يحصل ديفيشن في الجو وحصل تلتنج في الاطلانتو اوكسيبيتال، في الحاله دي الابر ترابيزس هيحصل لها ديسفانكشن. طب الابر ترابيزس لو بصيت حضرتك على الاورينتيشن بتاعه هنا
ادي الابر ترابيزيوس الفايبر بتاعها من الاوكسيبيتال اورينتيشن. لو بصيت على الانجل اوف بول هلاقي في الاول 80 درجه وبعد كل ما هنزل هتلاقي 70 لغايه ما تبقى 35 تحت. طب حصل ديسفانكشن في الابر ترابيزيوس، ايه اللي هيحصل يا فندم؟ هي الابر ترابيزيوس الاكتيفيتي لما بتعلى بياخد السكابولا فوق وتديها لك مين؟ تسحب للاب، تعمل اليفيشن للسكابولا وتعمل لك انتيريور تيبنج، يحصل انتيريور تيبنج في السكابولا. وغير كده الابورد روتيشن اوف ذا سكابولا، لما تيجي حضرتك ترفع ايدك الابورد روتيشن بتاعك مش هيحصل. ليه؟ لان الاوفر اكتيفيتي، الاوفر اكتيفيتي بتاعه الابر ترابيزيوس منعت الكلام ده، خلت ان السكابولا بتاعتك تدخل في داون وورد روتيشن، انتيريور تيلتنج مع داون وورد روتيشن، فتخلي العضلات اللي هو الدلتويد ما عندهاش القدره انها ترفع، لان حصلتها ان اللينس تنشن شيب بتاعتها بيجت شورتنينج، يعني اللينس بتاع الدلتويد بيجي شورتنينج. طب ايه الحل؟ بص على الحاله دي، الحاله دي از ريال كيس. على قد ما تقدر ارفع، الراجل ده كل اللي انا هعمله معاه جاست كانت عنده مشكله هنا في اللاترال ترجويد، خلاص الراجل دي ريال كيس حلو. والراجل ده بصوا ايه اللي حصل، خلصنا احنا كده. طبعا عملت ازاي اسسمنت وعرفت ده قسم حلو، ده فروم ايفالويشن نوت تريتمنت. انا كنت بعمل له اسسمنت، الراجل ده كان كشف مش كان جلسه كمان، انا كده كنت بكشف مش بدي له جلسه. يعني الرينج اللي حضرتك شايفه ده مش رينج جلسه، مش حضرتك قال واخد باك وخد ما اعرفش ايه وخد اكسرسايز، ده جاست اونلي افتر ايفالويشن. عملت الوضع اللي انتم شايفينه ده ريليز اللاترال ترجويد، وبعدين قلت له قوم اعمل ارفع. الراجل ده لسه ما خدش جلسه، وليه فيديو الراجل ده بيشكر مركز فيزيك ومستغرب اللي حصل، هو الراجل ده ريال كيس. طيب تعال بص معايا، لو الانتجريشن ما بين الاورفيشال اند شولدر ليها كذا حاجه. اول حاجه يا جماعه يعني ممكن اقولها لك البروكسيس، اللي هو كل الناس يجي يقول لك انا بنام او ما ياخدش باله، ينام بجز على اسنانه، او هو ممكن هو الراجل ده خلي بالك اللي عنده بروكسيزم دايما ما بيعرفش، لازم اللي حواليه بيسال، لان دي انفلانتري موفمنت. بيحصل ايه يا جماعه؟ يبدا يجز على اسنانه باستمرار، يشغل الماسيتر والتمبراليس فوق، الاكتيفيتي بتاعتهم عاليه جدا. طيب الموضوع ده هيدخل معانا في قصص كبيره، بس انا هقول التريكه اللي فيه. الراجل ده لما الاكتيفيتي بتاعت الماسيتر بتعلى، ده لينكد مع الاكتيفيتي بتاعت الابر ترابيزيس، يبقى الراجل ده كان عنده بروكسيزم. فعندك انت باي لاترال ماسيتر الاكتيفيتي بتاعتهم عاليه جدا، فهيزود الاكتيفيتي بتاعت الاسترنوكليدوماستويد، ودي قصه، وهيزود الاكتيفيتي بتاع الابر ترابيزيس. التركه في الحاله دي حاجه اسمها البايت فورس. ايه البايت فورس؟ اللي هو قوه لما تيجي تضغط يمين وتضغط شمال، يعني حضرتك لما تيجي تجز تحط له مثلا ده ليه باي ده فورس بايت البايتنج فورس، دي ليها جهاز بنقيس بيه، وده في رساله وفي في بحث انا عامله على الكلام ده. تمام؟ طيب البايت فورس بتجيبه ناحيه الدوميننت سايد، يعني انت يمين او شمال خليه يدوس هيطلع لك رقم، وخليه الناحيه الثانيه النون دوميننت هيطلع رقم، هتديني حاجه اسمها اسيمتريكال ريت اوف بايتنج فورس. هتجيب البايتنج بتاعت البايت فورس بتاعت الدوميننت تطرحه من البايت فورس بتاعت النان دوميننت، وحضرتك تقسموه لي على البايت فورس بتاع الدوميننت. هقول لك يا اما يطلع 10 يا اما يطلع اكتر من 10، واكتر من 10 هقسمها لك. الكلام ده التركه ليك بس، مش هحرق البحث ده. 10 و10 ل 20 واكتر من 20. حلو؟ لو الفرق 10 اوعى تلمس الابر ترابيزيس. تاني لو الفرق ما بين البايت فورس هنا والبايت فورس هنا طلع 10 ما تلمسش الابر ترابيزيس، اشتغل على الماسيتر هتلاقي الابر ترابيزيس فكت. تاني لو 10 ما تشتغلش على الابر ترابيزيس خالص. طب لو اكتر من 20 ما تلمس الماسيتر، انزل تحت على الابر ترابيزس هتلاقي كل الدنيا فكت. طب لو من 10 ل 20 تشتغل الاثنين از سيم تايم. تاني لو 10 اشتغل على الماسيتر اولي،
اكتر من 20 اشتغل على الابر ترابيزيس اونلي، من 10 ل 20 من 10 ل 20 لازم اشتغل ات ذا سيم تايم. بص على الحاله دي، الحاله دي يا شباب كانت مشكلتها في الشولدر، ده كان بروكسيز، المشكله دي كانت بروكسيز. انا كده شغال عليه، مش شغال على اللاترال بتروجويد، لا دي شغال على الديب بارت اوف ذا ماسيتر، وهشتغل على البوستيريو تيمبراليس. هو طبعا مؤلم، مؤلم انا عارف مؤلم، دي طبعا تايم بعمل الكلام ده. ده برضك على فكره ده اسسمنت، يمكن الدكتوره معايا في الاسسمنت ده، مش ده اوضه الاسسمنت كمان، ده افتر. انا كده ما لمستش مين، انا هنا ما لمستش مين، ما لمستش الشولدر خالص. بصوا تاني، انا في الحاله دي يا جماعه ما لمستش ايه يا شباب، انا ما لمستش الشولدر ولا جيت جنبه، ادي اكتر من كده مفيش. جاستن يا عم، طب الحل ده تمبرري، لازم اشتغل على الجزء ده واديها يعني حاجه هايجين عشان البروكسيزم، وحاجات ممكن انت البس النايت جارد وما البس النايت جارد، دي قصه كبيره برضه. الحاله دي مهمه جدا 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 ان ناخد بالنا منها. طيب تيجي حضرتك برضك الشوردة، انا ممكن ان شاء الله هنتكلم مع الدكتوره فيه في موضوع الشوردة ده، حاجات فور حاجه كبيره جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ان ممكن يحصل مشكله الاوروفيشال والشولدر تاني. اه ايه هي يا دكتور؟ حضرتك قلتها لنا. بص يا حبيبي على السوبرا هايويد ماسل، لو انا عندي التنج نزل لتحت فالاكتيفيتي بتاعه الماسيتر هتقل، الديب نيك فليكسور هيقل، هيزود مين؟ السوبرفيشال ديب، السوبرفيشال نيك فليكسور اللي هو اللي مين؟ الستينوكلودوماستويد. حلو، لما الستينوكلودوماستويد الاكتيفيتي بتاعتها تزيد هتعمل ايه؟ هتاخد الهيد فورورد. ممتاز. طب لما خدت الهيد فورورد هتعمل لي تنشن على السوبرا هايويد. حلو، بص معايا يا غالي، ادي السوبرا هايويد ماسل، حلو، وادي الهايويد بون. لما السوبرا هايويد يشد الهايويد لفوق هيحصل تنشن على الانفر هايويد. طب مين اللي يهمني في الانفر هايويد؟ الاومو هايويد ماسل اللي هي دي. الاومو هايويد دي ماسكه في الاسكابولا ورايحه، دي الانفيريور بارت بتاعها، وبعد كده في تندون ما بينها وما بين السوبيريور بارت، وما بين التندون ده ماسك الكلافيكل. لما يجي يحصل تنشن على الاومو هايويد، لما يحصل تنشن على الاومو هايويد وعلى حسب الديجري اوف ذا تنشن، يعني ممكن الاومو هايويد تعمل لي ثوراسيك الليكسون او ثليك سندروم، وممكن الاومو هايويد تعمل لي مشكله في الشولدر، وهنعرف ازاي نفرق ما بين، ودي رير كيس على فكره معايا، بس للاسف الفيديو ما عرفتش انزله. حلو، وكانت مشكلتها جاست، والشباب اللي كانوا معايا شافوا جاست ان ريليز، او عملت انهيبيشن للاكتيفيتي بتاعت الانفرا هايويد، الراجل ايده اتحركت وزود بين وفور رينج اوف موشن، بس للاسف الفيديو ما عرفتش انزله. طب ايه القصه دي؟ بس عاوزين نفهم يا عم الحاج، لما حضرتك الانفرا هايويد يحصل عليها تنشن، مين اللي الاومو هايويد؟ الاومو هايويد هتشد لفوق، لان الهايويد اتشدت لفوق نتيجه مين يا دكتور؟ السوبرا هايويد التنشن بتاعها عالي، يبقى التنشن بتاع السوبرا هايويد زاد، فالهايويد طلعت لفوق، فعلى طول سحبت مين اللي معاها؟ سحبت الانفر هايويد. طيب سحبت الاومو هايويد، الاومو هايويد عامله ارتكوليشن مع الكلافيكل، وعامله ارتكوليشن مع الاسكابولا، يبقى الاومو هايويد هتسحب لي الاسكابولا ابورد وتاخد لك انتيرو تيلت. حلو، ده اول نقطه. النقطه الثانيه، الاومو هايويد تندون هنا اسف الاكسبانشن بتاعها ده هياخد الكلافيكل يرفعها لفوق، يعمل اليفيشن اوف الكلافيكل. طب ايه يعني عمل الاليفيشن للكلافيك؟ اقول لك لا يا حبيبي، في حاجه اسمها مش سكابولر هيوبر، هيحصل حاجه اسمها اسكابولو كلافيكولر موشن او كابل. ايه اللي هيحصل؟ احنا مش بتوع استوباسي، احنا بتوع بايوميكانكس. ايه اللي هيحصل؟ الكلافيكل لما تترفع 1 ديجري هتعمل حاجتين، هتعمل انتيرو تيلت وتعمل ابورد روتيشن. يعني ال 1 ديجري او الاليفيشن اوف ذا كلافيكل هيسحبها حاجتين في الاسكابولا، يبقى الاليفيشن بتاع الكلافيكل هيسحبها حاجتين في الاسكابولا.
لازم يحصل معاها upward rotation ويحصل معاها anterior rotation. طب الدرجة بتاعتها كام يا دكتور؟ قال لك الكلافيكل لما تطلع لفوق لو طلعت وليكن 9 درجات يبقى حصل elevation الكلافيكل 9، هيحصل الآتي: هيحصل anterior tilting 6 وهيحصل upward rotation 3. ثاني يبقى الكلافيكل لما تحصل لها elevation طلعت لفوق ايه اللي هيحصل؟ هيحصل anterior tilting و upward rotation. الانتيريور تيلتنج بياخد تلتين الدرجه والابورد روتيشن بياخد تلت. يعني اداني مثال بسيط يا دكتور، يعني 9 درجات كلافيكال اليفيشن هيحصل معاه 6 درجات انتيريور تيلتنج وهيحصل معاه 3 درجات ابورد روتيشن. في الحاله دي لما يحصل انتيريور تيلتنج ايه اللي هيحصل؟ لما يجي يحصل انتيريور تيلتنج بالنسبه لك هيحصل امبنجمنت سندروم ولا لا؟ هيحصل امبنجمنت سندروم. في الحاله دي لما تيجي ترفع ايدك هيحصل ايه؟ التندون هيخبط ما بين الاكروميون وما بين الجريتر توبروستي ويعمل لك بين. ده تيجي حضرتك تشتغل على الابر ترابيزس، حضرتك تيجي تشتغل على الشولدر دايناميك روتيتور كاف، وانت حضرتك تشتغل لي لو واحد مثلا فكر في السكابولا بتاع ده ثوراسيك موبيلايزيشن، حضرتك تعمل لي ريليز للبكتوريس ماينور. ولكن هي التركه كلها كانت تشتغل على السوبر هايويد او الامو هايويد، ودي الريال كيس، بس للاسف ما عرفتش انزل فيديو. تمام؟ طب لو انا عايز اعمل تيست اشوف السوبر هايويد فيها مشكله ولا لا، الراجل ده كان جاي يقول لك ايه؟ ما لازم هيستوري لازم توجفان. قال لي يا دكتور انا حاسس ان في سبازم هنا، انا حاسس ان كان هنا في حاجه بتخنقاني، لازم ادلك فيها عشان ارتاح. في مشكله في السوالوينج. حلو؟ خلي الراجل ده يعمل تيست خفيف جدا. ايه هو؟ قول له حافظ على اللبس وحافظ على التيس، وحضرتك اعمل لي فول فليكشن وفول اكستنشن. لو الراجل ده قدر يعمل فول فليكشن وفول اكستنشن وهو محافظ على وضع اللبس ووضع التنج ووضع التيس بدون ما يختلف، يبقى الراجل ده ما عندوش مشكله في السوبر هايويد. لو الراجل ده قال لك يا اللبس ما قدرتش احافظ عليها والتيس فتح، اسنان حسيتها فتحت شويه او التنج نزل لتحت، يبقى كده في over activity of suprahyoid muscle، يبقى هشتغل عليها. انا عايز حد يقرا الكيس كده ويقول لي الراجل ده دي حاله جالك. الحاله دي يا جماعه عنده ميديكال هيستوري من 5 سنين، عنده نكبين، الالم ده يزيد جدا مع الاشهر اللي فيها كولد. راح لبتوع الاوستيوباسي ما جابوش معاه نتيجه، راح لبتاع الكايروبراكتيك ما جابوش معاه نتيجه، راح لبتاع الفيزيوثيرابي ما جابش معاه نتيجه، خد نانسترويدال ما جابش نتيجه. الراجل ده في معاناه لخمس سنين، عمل ام ار اي، الام ار اي موجود فيه بلج، موجود بلج ديسك هيرنييتد سي 3 سي 4 سي 4 سي 5، وموجود نفس القصه رايت لاترال ديسك هيرنييشن سي 5 6. الراجل بعد ما اتعذب الجراحين قالوا له الحل ان نعمل فيكسيشن ونثبت لك ايه؟ ونثبت لك ايه؟ ونثبت لك السيرفايكال فيرتيبرا. حد فيكم ممكن يتخيل ايه هو الحاجه في الاسسمنت اللي ممكن انت تجمز منك هنا؟ الحل بتاع الراجل ده في الاخر ما كانش عمليه، حله كان حاجه خفيفه جدا. حد فيكم يقدر يتخيل او ايه هو الحاجه الناقصه لو جالك بيشن بالمنظر ده يا شباب؟ يعني فعلا دي كيس الحاله دي، ايه الحاجه اللي انت ممكن تتخيلها ناقصه وممكن تبقى لغز في حل حاجات كتير؟ طيب عشان برضك ما نضيعش الوقت، الراجل ده كان مشكلته خفيفه جدا، بس بصوا معايا الاول، هو البتاع مش بيتحرك ليه؟ الراجل ده طبعا مش هنجيب الريال كيس، طبعا ما ينفعش. الراجل ده كان مشكلته انه عنده حاجه اسمها كلاس 2 مالوكلوجن. يعني ايه يا دكتور كلاس 2 مالوكلوجن كده؟ هو بس كلاس 2 مالوكلوجن بس؟ لا، يا دي المشكله الاصعب اللي جايه. ان الراجل ده المندبل بتاعه راجع لورا جامد، ده عادي، يا مش كده وبس.
الراجل ده عنده حاجه اسمها بوستيريور ديب بايت، يعني المندبل راجع لورا واسنانه اللي تحت داخله جوه الاسنان اللي فوق، ففي حاجه اسمها بوستيريور ديب بايت. طب ايه اللي دخل البوستيريور ديب بايت في الكلام اللي انت بتقوله ده وفي الديسك والقصص اللي انت حضرتك بتقولها لنا دي؟ قال لك ما هو البوستيريور ديب بايت بيقلل الكرينيال تيلتنج انجل. ايه هو الكرينيال تيلتنج انجل؟ ده انجل. طب ايه اللي دخل الكرينيال تيلتنج انجل والكلام اللي انت الفاضل اللي بتقوله؟ هقول لك ركز معايا. الكرينيال تيلتنج انجل دي انجل ما بين الفيرتيكال لاين وما بين لاين من السنتر بتاع سي 2 للسنتر بتاع تي 1. حلو؟ طب ممتاز. يبقى ادي السنتر بتاع سي 2 والسنتر بتاع تي 1 واعمل فيرتيكال لاين، دي الكرينيال انجل. طب مال الكرينيال انجل لما ازيد؟ قال لك الكرينيال انجل او الكرينيال تيلتنج، اسف، كرينيال تيلتنج انجل دي عباره عن ايه؟ بتكون حاجه اسمها تي 1 سلوب انجل. فاكرين السكر سلوب تحت؟ في حاجه اسمها تي 1 سلوب فوق. فالتي 1 سلوب هي عباره عن ايه؟ كرينيال تيلتنج مع سيرفايكال تيلتنج. طب ايه القصه يعني؟ قال لك لما الكرينيال تيلتنج تزيد تقل، اس تي 1 سلوب هيقل. طب ايه القصه؟ قال لك لما تي 1 اسلوب هيقل، اللوردوتيك كيرف بتاع السيرفايكال هيقل، فيعمل اكزيال ايه؟ اكزيال لودنج. بيعمل ايه؟ اكزيال لودنج. فهو ده العرضه اللي جاب له ايه؟ اللي جاب له ديسك. الراجل ده راح لدكاتره الاسنان والديب بايت ظبط والكلاس ظبط، كلاس 2 مال كلوجن ظبط. الراجل ده الالم بدا يقل تدريجي تدريجي تدريجي. بعد سنه ونص 90% من الالم ديسابير ويزاوت سيرجري. تمام؟ وده اللي باين حضرتك لما تيجي ادي التي 1 سلوب، تمام؟ وادي النرم. اخر حاجه عشان الدكتوره فيه ما يزعلش، في ناس بتقابلنا كتير يا جماعه عندها ديسك وممكن الديسك يعمل اوفر فيشر. ممكن حاجات كتير بس انا مش هشرحها، بس الحته دي كلينيكال اقولها وهخلص وهختم عشان ما حدش يزعل مني. خلي بالك لما يجي لك مريض ويكون عنده ديسك وعنده فورورد هيد، لازم ابص على التي 1 اسلوب. ليه يا جماعه؟ لان الراجل اللي عنده ديسك، لو الراجل ده اللي معاه ديسك، الراجل ده اللي معاه ديسك لو الاي التي 1 اسلوب عاليه، يبقى في الحاله دي التي 1 اسلوب لما بتعلى بتضيق الفورامين. بتضيق مين؟ بتضيق النيورال فورامين. تاني، التي 1 اسلوب لما تزيد هيحصل ايه؟ هيحصل ان النيورال فورامين بتاعت السيرفايكال دي ممتاز، فيحصل البريشر يعلى. طب ايه حركه ككومبنساتوري؟ الراجل ده بياخد الفورورد هيد لقدام، فيحصل بيزود حاجه اسمها سي 2 سي 7 ساجيتال فيرتيكال اكسس، اللي هو من السنتر بتاع سي 2 فيرتيكال لغايه البوستيريور سوبيريور كورنر بتاع سي 7. الديستانس دي زيد، الديستانس دي لما تزيد نتيجه الفورورد هيد بتقلل النيورال فورامين. يعني الراجل ده عنده ديسك وعنده هامب تيجي من ورا عند تي 1 كده، تحس تي 1 عامله كيفوزس. حلو؟ الراجل ده تلاقيه واخد فورورد هيد، ابص فوق راسك ما صلحش فورورد هيد. لو جيت قلت له اعمل شين ان هتلاقي التلميذ زاد. طب ليه يا دكتور؟ هو الراجل عامل فورورد ان او عامل فورورد، اسف، فورورد هيد بوتشر، ده ككومبنساتوري، لان الفورورد هيد بوتشر هيزود لي الساجيتال سي 2 سي 7 ساجيتال فيرتيكال اكسس، فيفتح لي الفورم من اللي ورا. حضرتك لما تيجي تعمل لي تشين ان وكوركشن اكسرسايز انت بتزود المشكله معاه. اخر حاجه يا دكتور رفيق عشان الناس تبقى، في حاجه اسمها جلوسو بوتشرال سندروم. اخر كلمه هقولها عشان اخلص، ان الهايويد بون دي هتاخد محاضرات ومحاضرات. الهايويد بون دي عامله زي الجيروسكوب. ايه هو الجيروسكوب؟ اللي هو زي الاشارات اللي بتدي للبرين، بيجمع اشارات من كل حته وبيطلع مين؟
للبرين يقدر يحافظ لك على مين؟ على البوتشر. الجلاسو بوتشرال سندروم ده موضوع مهم مش هنتكلم فيه، والسلام عليكم ورحمة الله.